صناع المجد يتركون بعد رحيلهم ذكراهم حية. كوبي براينت أو الراحل دون وداع ارتبط في مخيلة كل مهووس بكرة السلة بأن اسمه التصق بفريق لوس أنجلوس ليكرز، سمي حينها بصاحب الولاء لفريق واحد. لقد قضى نصف حياته عددا مرتديا قميص ليكرز في عشريتين من ملامسته الدائمة لكرة السلة. ترك وراءه قبل اعتزاله فهرسا طويلا من الألقاب الفردية والجماعية. ما يطفو منها أنه كان ثاني أكثر المسجلين للنقاط في مباراة واحدة في تاريخ الNBA ب81 نقطة، رقم احتضنته سنة 2006. لقد كان كوبي أيضا من الأبرز حين نال صفة أصغر لاعب يسجل 20,000 نقطة لما كان بعمر 29. لم تكل يداه عن رفع أرقامه إلى أن وصل إلى حدود أهلته لأن يكون ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط. احتفظ بهذا اللقب ساعات قبل موته إلى أن تخطاه ليبرون جيمس على لائحة أفضل المسجلين ليصير رابعا. حينها كان التغريد آخر اعتراف لكوبي بأنه يغلف منافسيه بالاحترام. من كان يعتبر كرة السلة أشبه بالشخص الأقرب إلى مشاعره غادرها معتزلا بعد أن بقيت في يده تلويحة رحيل مقصودة لهجر كرة السلة، حين أدرك أن الجسد لم يعد يحتمل مجاراة نسق تعود عليه. لقد أعلنها كوبي بعمر اقترب فيه من 38 بعد أن سابق الزمن مرات عديدة بتسديداته وتحدى السنوات بمشاركاته التي صنف فيها كأكثر اللاعبين مشاركة في كل النجوم ب18 مشاركة. ستبقى مجموعة صور خالدة. كوبي أو من كان يعتبر كرة السلة توأما لنفسه غادر بعد أن كان قد جرب مرارة الوداع في الاعتزال. فرحيل الإنسان عن نفسه هو أقسى أنواع الرحيل.